السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أجمل باشمهندسين؟ هنرسم النهاردة الرسمة دي مع بعض واحدة واحدة بالتفصيل، أكنك قاعد في السكشن بالظبط، وهنفهمها كويس مع بعض. بس الأول مهم جدا قبل ما تبدأ تسمع معايا الفيديو ده، إنك تسمع أول فيديوهين في البلاي ليست، اللي هو إيه الفرق بين الرسم الهندسي بتاع إعدادي وميكانيكا، وشوية شرح كده الميكانيكا هتلاقيهم في تاني فيديو إن شاء الله على طول. لو انت مهتم انك تكون جامد في الرسم الهندسي وطالب جامعي ناجح وتاخد مني معلومات ونصايح كنت تتمنى حد يجاوبها قبل ما ادخل الجامعه زمان، كانت هتفرق معايا 180 درجه، فاشتراكك يسعدني لو انت مهتم بالمحتوى ده. تعالى بقى كده الاول نبدا نفهم الرسمه بتاعتنا الاول فيديو، وبعد كده نبدا ننزل نرسم مع بعض واحده واحده بالظبط. الرسمه بتاعتنا النهارده مطلوب مننا، هو مدينا 5 اجزاء، ومطلوب مننا هنجمعهم ونخليهم الشكل ده في الاخر. طيب ال5 اجزاء هما مفترض والصح ان هما 6، وهنعرف الجزء السادس ايه وهنحطه احنا كمان من نفسنا. مديك ده كده جزء الواحد اهوت، مديك ده 3 مساقط وهناخده بالتفصيل دلوقتي وهنشوفه دلوقتي على البرنامج. نفس الكلام من هنا دلوقتي، ده مديك جزء الواحد اهوت 3 مساقط ليه، ومديك جزء صغير مسمار رقم 3 اهوت اللي هو بوش الجلبة، ومديك جزء مسمار اهوت بيقول لك ان هو معاك منه 2، وبيقول لك ان انت معاك صمامتين كمان 12، دلوقتي انت هتعملهم يدوك كترهم 12، واحنا شرحنا قبل كده ازاي تعمل صاموله بكتر واحد بس، تمام؟ هتقدر تلاقيها على البلاي ليست بتاع كورس رسم هندسي ميكانيكا. طيب تعال نبدا واحده واحده كده نشوف الجسم بتاعنا. انت عندك الرسمة بتاعتنا النهاردة مدينا مقاطع، 5 مقاطع في الجدول اهوت، هما المفروض الصح 6، وهنشوف الجزء السادس ايه عشان يجمعوا لنا الجزء الميكانيكي ده. ده جزء مهم جدا هتعرفه بعد كده فيما بعد ان شاء الله في قسم الميكانيكا، جزء تقدر تستخدمه في مواتير ومحركات وكده. طيب عندك اول جزء من الدورك اهوت 3 مساقط وهنشوف دلوقتي بالتفصيل واحدة واحدة، وعندك جزء تاني اهوت من الدورك اهوت 3 مساقط ليه، وعندك جزء تالت اهوت اللي هو بوش الجلبة ومداك في الجدول بوش الجلبة، تمام؟ وعندك 4 مسمار بيبقى معاك منه 2، الكمية 2، نفس الكلام بيبقى معاك صامولتين، صامولتين ليه؟ لأن هو الكمية 2، وبيقول لك نوت صامولة اهوت بقطر غوز 12، تمام؟ فطبعا انت بتعرف ترسم الصامولة، احنا شرحناها في فيديو تاني لوحده، تقدر ترجع له عن طريق البلاي ليست الموجود عندك. طيب أول جزء عندك اللي هو جزء رقم 1 الماضي، ده الجسم الأساسي اللي هيركب عليه كل حاجة. اللي هو مديك 3 مساقط وفي الجدول اهو هنشوفه دلوقتي بالتفصيل، جسم اهوت هو ده الجزء 3 مساقط ليه، الريفيجن اللي هو المسكت ده كده القاعده دي اهي، وعندك في ثقب في النص اهو نازل داش اهو، الحته اللي بره دي لو هنا اهو 66، وعندك من فوق بتاع اللي عامله شبه الجوانه البيضاويه دي كده اللي فيها ثقب من هنا وثقب من هنا والثقب في النص. بنيجي بص كده، نيجي نبص من السايد فيو برضه عندك قاعده اهي، هو هنا عامل لك قطاعات، لان احنا بعد ما نجمعهم هنرسم ال3 مساقط هنفهم دلوقتي مع بعض هنعمل ايه. طيب ادي القاعده والدايره هنا اهي، والشكل البيضاوي طالع منه سنه صغننه هنا، ولما تيجي تقلب الجسم من تحت هتلاقي في ثقب تحت اهوت، وعامل لك هنا اهو موضح حجر الثقب اللي انت تشوفه من فوق، وفي نفس الوقت عامل لك هنا 33 داش اهو، هو انا شايفه من القاعده هنا عامل داش 33 الثقب من تحت. في ده مسقط البلان من فوق اهوت شكل بيضاوي، وعندك الدايرة دي هنا، وفي دايرة أكبر سيكة اهيت، وعندك إن هو مصنع النبي الثقبين اهمت، والقاعدة اللي تحت اهي، والداش دي الدايرة، الداش دي الدايرة اللي تحت ده، شوف هي تحت القاعدة فأنت مش شايف زي ما أنت شايف كده. طيب تاني جزء من دورك الجلبة. الجلبة أنا ليه ما قمتش مثلا ما اتكلمش عن تاني جزء ده؟ لأن أنا هركب الجلبة دلوقتي، مش معنى الجلبة هعرفك ليه ركبت الجلبة الأول. فأنا مش شرط إن هو مديك الأجزاء بالترتيب فأنت تجمعها بالترتيب، لأ مش شرط. أنا شايف إن البادي الأول ده جسم الجسد الكبير، بعد كده هقدر أدخل البوش، لأن أنا لو دخلت الجزء التاني ده مش هعرف أدخل البوش اللي هي الجلبة دي. طيب أدي بوش الجلبة اهيت مديك رقم 3 اهوت، رسمت اهيت مديك مسقط واحد، تمام؟ مديك مسقط واحد لأن هي مش محتاج فيها تفاصيل، وهقول لك ليه دلوقتي. ما انتش محتاج اي تفاصيل فيها يعني، بعد ما دي تطلع يبقى البوش تاني، البوش اهي هي بس عباره عن الحته اللي فوق دي والحته دي، خلاص انا عارف ان هي بوش وهتركب هنا. اقول لك ازاي عرفت انها هتركب هنا وانا مش قادر اتخيل الرسم. البوش اهي اتلفت اهيت، تنزل تحت البوش في الجسم من تحت، تمام؟
فانت خليت ملاحظ ان الجيوش نزلت لحد ما تركب هنا. انت عندك الجيوش بتحط الجيوش من تحت كام؟ 33 مع 33 ودي 33، فطبيعي ان هي تخش في 33 هنا. وقلنا قالت لنا ما دخلتهاش من تحت واحنا بنقسم مع بعض. بعد كده عندك في جزئيه هنا المفروض تخش، لكن هي مش موجوده معانا، بس الجزئيه دي مهمه لازم تكون معانا اصلا وتنزل تحت هنا في النص، لكن هي مش معانا في الرسم. نفس الكلام ده الشيفت الناقص اللي قلت لك، المفروض الجزئيه دي تكون عمود شيفت يتحط كده في النص، في النص هنا كده شيفت واقف. بعد ما دخلنا الشيفت في النص كده، كده احنا جمعنا اجزاء تحتر. طبعا المفروض كده كده سيكس شيفت، لكن هو مش كده، بس ما علينا الموضوع بسيط يعني. بعد كده بقى انت عندك هنا في مسمارين اللي هو رقم 4 ده، وكأنك 4 ده كده هنا الكمية 2. طب المسمارين دول هتحطوا فين؟ المسمار زي ما انت شايف بالشكل ده كده، عبارة عن غوص كده لحد هنا كده أو لحد هنا كده، بعد كده ده مفيش غوص، بعد كده الشكل ده زي جوه ده زي فيها كده، وبعد كده من تحت هنا في غوص زي ما انت شايف عليهم مسمارين. مسكوا المسمارين وهيخشوا هنا. طبعا برضه شوف احنا دخلنا الجوش ودخلنا المسمارين ولسه ما دخلناش الجزء التاني ده مع انه اكبر منهم. دخلنا المسمارين ربطناهم هنا في الأراوز هنا كده في الشكل البيضاوي ده كده. بعد كده هنجيب الجزء اللي هو رقم 2، هو الجزء اللي عملنا 2 3 مساقط ده عشان يوضح لك تفاصيل جيه أكتر. أهو هو الجزء ده كده السايد فيو، قصدي الفيشن من هنا أهوت، بيديك الحتة اللي عاملة شبه الشكل البيضاوي دي هنا أهي. نفس الكلام دي كده الشكل الشكل الدايرة دي من دايرة من هنا تبقى المستطيل هنا أهي تمام. وعندك من تحت أهوت الأسطوانية دي تبقى برضه مستطيل. السايد فيو برضه نفس الكلام هتبان هنا ايه زي قاعدة كده اهي هنا دي كده تمام. هو مساك الحتة دي عشان هو قاطع تمام. بعد كده هنا عامل لك الشكل ثقب هنا اهوت موجود، بس هو شايف عشان هو كان قطع. وعندك من تحت الاسطوانة ديت وتداشن في النص ونص كله في النص. حتى انت لو جيت بصيت شفت انت حتة تحت دي ايه الحتة اللي تحت دي كده هو الشفطة دي كده. زي ما انت شايف. بعد كده قوم جاي مجمعها منزلها على عمود الشيفت ده وتفضل تنزل تنزل لحد اخر الغوص هنا ده كده خلاص. بعد كده جمعناه نيجي بقى من فوق نحط الصامولتين بتوعنا من فوق زي ما انت شايف كده. شفت الصامولة، ربطنا الصامولة من فوق بحيث ان احنا جمعنا الجزء كده. طيب ايه المطلوب مننا بقى بعد ما نجمع الجزء زي ما انت شايفه قدامك كده؟ روح انت جاي راسم مسقط الفيجن من هنا كده، راسم مسقط السايد نوت، ارسم مسقط امبلان. ومطلوب مننا بقى قطعات هنعرفها دلوقتي واحنا بنرسم مع بعض واحده. زي ما انت شايف كده الجسم بتاعنا اتجمع اهوت. ودي الاجزاء بتاعتنا متفرطه، ان انت عندك الجسم الاولاني ده الجسم الثاني، وعندك المسامير تمام، وعندك الجنب هتخش تحت والجزئيه دي هتخش في النص ما بينهم. بعد كده هندخل المسمارين، بعد كده هنحط فوق بتاع العمش الجوان دي، دي زي ما انت بتشوف الاسبرتير بتاع العربيه كده. بعد كده الشيفت هيخش في النص، وعندك الصامولتين هيخبطوا فوق المسمار من هنا كده. ده المطلوب مننا في الاخر يعني، اللي هو احنا نمسك الجسم بتاعنا هنقطع في النص في قطع كده ونرسم الفيجن. نفس الكلام كده نرسم السايد فيو دي الجنب، بعد ما نزل تحت هو قطع كفايه كمان نص قطع. ونفس الكلام الجزئين اللي فوق، ونفس الكلام المسمارين والشيفت والصمغه مقطوع فيهم لكن ما بيتقشروش. نخسرهم دلوقتي مع بعض هنفهم كل حاجه. وفي الاخر دي النتيجه اللي احنا المفروض نعملها في الاخر، اللي هو احنا هنرسم ايه المسقطين بتوعنا، والبناء هيكون صافي زي ما هو حتى في دلوقتي هنا 6 شيفت يعني المثال ده صح. وبالتالي ده ان احنا ده الشيفت ان احنا نوصله في الاخر ان شاء الله مع بعض دلوقتي. طيب عشان تحب رسم التجميع اول حاجه لازم تفهم ازاي تبدا مع الرسم، اذا انت بدات صح هتكمل صح وهترتاح في الرسم. طيب انسب طريقه تبدا بيها رسم التجميع، او حتى ما احنا شرحنا وفهمنا الاجزاء وقدامنا دي مقصود بها ايه وهو مدينا ايه تمام. اول حاجه انا كاحمد ببتدي ان انا اجيب الجزء الكبير اللي هو اكبر جزء عندي في الثلاث في الاجسام اللي قدامي دي اللي هو بيبقى واحد البودي، دايما بيدوك في الاول الجزء الاساسي اللي هو رقم واحد ده، مديني 3 مساقط. ببتدي ارسم مسقط واحد من اللهم صل على النبي الثلاث مساقط اللي عندي للجسم ده واقعد اجمع عليه. هنبتدي اول حاجه نرسم المسقط اللي هو الفيجن ده تمام. اول حاجه هو جه بيقول لك ان العرض من هنا لحد هنا 120. بعد كده اجي من تحت، هو مش مدينا عرض القاعده اللي تحت لكن هي اكبر سيكه من القاعده اللي فوق دي. فانا اول حاجه هاجي مثلا هنا في المنطقه دي كده
هبدأ أرسم هنا إيه في المنطقة دي، هبدأ أرسم مسقط الريفيجن وهسيب مكان للسود من هنا، وتحت هرسم الدولاب. طيب أبتدي من فوق ولا أبتدي من تحت؟ نبتدي من تحت، نبتدي مثلا من المنطقة دي كده، أبتدي أرسم من هنا كده مسقط الريفيجن، قوم جاي شاد خط كده فافي. فأنا مثلا هعمل العرض ده كده، هو قال لك إن ده 120، 120 يبقى العرض ده أنا هعمله مثلا وأوريكم 140، خلاص؟ 140 على 70 يمين و70 شمال، ادي ال70 خلاص. بعد ما اعمل 70 هو انا هيطلع كام؟ هيطلع 15، نطلع 15 من هنا ومن هنا، ادي 15 زي ما انت شايف كده. بعد كده هنخش جوه تاني، نرجع تاني زي كل حاجه زي ما كانت مرسومه ببعض اهو، ودي القاعده اللي تحت بتاعت الجزء ده كده. طيب بعد كده جه قال لك هتيجي من النص من هنا من السنتر لاين هنا كده، تطلع بالخط ده كده، والخط ده 66 خلاص. يبقى انا غير المفروض كنت انصف دي برضه عشان ما نقعدش نرخم نفسنا كل شويه، نعمل جديد منتصف كده وننصفه عشان المنتصف ده اللي هنشتغل لحد داخل الجسم. تمام، قال لك ان هو انت هتطلع 66 يمين و66 شمال، وتطلع بالخط ده، ادي 66 66 يعني 33 يمين و33 شمال. قوم جاي طلع ايه ارتفاع قد ايه؟ صلي على النبي، عشان برضه ايه ما نقدرش نمسح كتير. هو من اول لك من اول هنا لحد هنا ارتفاع 50، يبقى انا اطلع ارتفاع 50 لحد هنا بس. يبقى انا اروح جاي من النقطة دي ان انا استني 33 دي، هطلع ارتفاع 50، ارتفاع 50، واروح جاي راجع طالع لبره كده. اللهم صل على النبي، اطلع لبره من هنا الشوية دوت والشوية دوت. قال لك من اول السنتر ان هو من اول نقطة لحد اخر نقطة 120، يعني معنى كده النص 60 يمين و60 شمال، من السنتر 60 كده و60 كده. يبقى انا هاجي اقوم جاي حاطط مثلثي كده، وادي 60 وادي 60 اهو كده. انا عملت طلعت ايه ال 120 من هنا لحد هنا 120، بعد كده ارتفاع 15، ادي ارتفاع 15 اهو، دي اسرع طريقه تخليك تخلص رسمه التجميل، ادي 15 وادي 15. بعد كده تروح جاي مقفلهم في بعض كده. سيبك من التقشير والقطاعات ده، فنشوف الاخر بسرعه يعني، ما تقلقش. وانت دايما ارسم بخط رفيع عشان لو هنمسح. بعد كده جه قال لك من هنا عندك في من هنا كده، تنزل من اول هنا، قال لك من عندك في صوب هنا هو تنزل كده، العرض بتاعه 42 يعني 21 يمين 21 شمال، 21 انزل بخط كده، 21 انزل بخط كده، ادي 21 وادي 21، تروح جاي نازل كده. هو رسم هو الداش، فاحنا هنتبع احنا رسم الداش وبعد كده هنوضحه تاني، عشان احنا كده كده هنوضحه لحد ما يخبط في 15 كده. نفس الكلام من هنا كده لحد ما يخبط فين؟ في 15 كده، زي ما هو رسم يعني، زي ما هو ايجا. بعد كده عندك في سوق بتاع 33 من اول هنا لحد هنا، سوق ب 33 تحت، 33 ديت يعني تقريبا 16، 33 يعني 16.5 يمين و16.5 شمال، واروح جاي طالع داش كده. ده الثقب اللي هو تحت، لما احنا قلبنا الجزء ده مع بعض وجانا في ثقب تحت كده. طبعا كده متصلين مع بعض ومتصحين من هنا ومتصحين من هنا، تمام. خلينا دلوقتي احنا رسمنا مش اكنهم جوه، انت فاهمني، وان القاعده دي انا شايفها من بره. بعد كده هنعمل ايه تاني؟ هنيجي من هنا نديك ثقب هنا اهوت وثقب هنا، والثقب ده قالك المحور بتاعه 84 من اليمين والشمال، يعني عندك محور الثقب الاولاني لحد محور الثقب التاني قالك 84، يعني معنى كده 42 يمين و42 شمال، واعمل السنتر 42 واعمل السنتر 42 واعمل السنتر. تمام، واروح جاي عامل الثقب ده 12 يعني 6 يمين و6 شمال. هو قال لك طب انا عرفت ان هو 12 لما اجي ابص على سكته تحت هنا اهو، بيقول لك ان هو 12، هنا الرؤوس بتاعه 12 يعني الثقب ده 12 يعني 6 يمين و6 شمال، ادي 6 وادي 6. نفس الكلام هنا 6 وادي 6. طيب فاهم ان هو اتعمل ده عشان هو جوه، انا حاليا برسم من غير قطاعات يعني.
طيب بتلاقي كده ان هو بيقول لك ايه، بتعمل لك اتنين جنب بعض يعني خطين جنب بعض العروز يا باشا، ابعد واحد منه واعمل الخط التاني، خط العروز التاني يعني. بس يا باشا اهو الموضوع بسيط يعني، ما تدقاش في دي. طب وكده احنا رسمنا عندنا اول جزء كونج فو، استنتج ان الفيجن ترسم جمع في ايه يعني. خلينا دلوقتي في الجزء ده هنجمع كل الاجزاء في الاول. بعد ما احنا كده دخلنا ده، جينا ده مسكنا الجنب رقم 3 ده اهي ودخلناها جوه هنا. طب ليه يعني؟ مش معنى الجنب دي، انا بالنسبه لي هو انا مش قادر اتخيل الرسمه. هبص كده شوف القطر هنا كام، انا 33، ما انا جاي ابص الاقي الجنب ديت 33 من تحت. ده معناه ان انا لو مسكت الجنب دي دخلتها من فوق من هنا سقطتها من فوق، هتفضل تسقط لحد ما تخبط هنا كده، السن بتاعها البارز اللي هو طلع 42 ده يوقفها هنا كده، تبقى في الفراغ ده كده وتنزل هنا كده. في واحد يقول طب انا ممكن ادخلها من تحت، ما فكرتش ادخلها من تحت. ما انت لو دخلتها من تحت يا نجم كده، مسكت جوه 33 ده كده، دخلت جبتها ودخلتها من تحت، تمسك في ايه؟ ما هتقع. انت عندك الفراغ ده هي هنا كده، يقوم جاي حيشه، واول ما تسيبها تقوم جاي واقعه، انما من فوق مش هتقع، هتخش في الجسم مش هتقع. تمام؟ بعيدا ان الجلد ده بقى وظيفه هنعرفها ان شاء الله لما تتعمق في قسم ميكانيكا يعني. طيب جميل. اول ما انا جاي ماسك الجلد دي مسقطها هنا كده، فانا لما امسك جلد زي دي كده احطها هنا كده، الجلد رقم 3 دي احطها هنا كده في المنطقه دي كده، هبص الاقي ان الارتفاع بتاع الحته 33 اللي هتخش هنا كده هو 15، وهبص الاقي ان الارتفاع ده اصلا 15، يعني معنى كده ان دي يا دوب هتخش هنا كده، يعني يا دوب هتبقى هنا كده وخلاص، يا دوب هتبقى هنا كده وخلاص. طيب قال لك في جنب دي لها ثقب 24، يبقى لها ثقب 24. طيب طب انا جاي رايح كده، ثقب ال 24 ده يعني 12 يمين و12 شمال، ادي 12 وادي 12، هنعمل الثقب اللي هو بتاع الجنب، وتروح جايه طالع بكده، طالع بكده. طيب هطلع لحد ايه؟ هو جه قال لك الحته العاليه دي هي 6، ارتفاعها 6، بس هخش جوه هنا قد ايه؟ هو قال لك ان العرض بتاع الجنب من فوق 4 42، 42 دي يعني انا لما اجي اقسم من هنا 42 يعني 41 يمين 41 شمال، جاي لحد الخط ده هنا لحد الخط هنا كده، واروح جاي طالع ارتفاع كام؟ 6 اهو، اروح جاي مقفل الجسم ايه؟ بتاعي كده. المفروض احنا نرسمها ده، بس انا هوضحها لان هي كده هتتوضح اصلا. طيب بعد كده عندك في النص في حته هنا، جه قال لك انت عامل لك ثقب هنا اهوت، بس الثقب ده قد ايه؟ انا مش عارف يعني هو قد ايه، انا مش عارف المفروض يحدد حته على الارض عشان اعمل الشاطفه دي كده، مشطوب شاطفه بزاويه 45. ففي الحاجه دي احنا نشغل الهباد عادي جدا. تمام؟ هو انت قال لك ان هو عامل لك طلع بالثقب 24 كده لحد ما جه عند نقطه معانا هنا ووقف، يعني هو مربع هنا اهو، مربع اهو، مربع كده، فانا قمت جاي طبعا عامل له المربع ده المنظر ده كده مثلا، واقف لحد هنا كده، واقف يا نجم لحد هنا كده، واروح جاي موصله ايه كده. وبعد كده هو مش جاي عامل لك خط كده مايل كده وبيقول لك ان هو مايله كده بزاويه 15، يعني المفروض ان هو مايله هنا كده بزاويه 15، يا باشا ولا زاويه 15 ولا زاويه بتنجم خانه، انت تقوم جاي عامل نقطه هنا ونقطه هنا، يعني النقطه من هنا دي النقطه من هنا بالظبط، وتوصلهم ببعض كده. مش دي المشكله يعني، اصلا دي ناقصه بعد اهيت، ومش ده اللي هيتحاسب عليه، بس اظبطها بس اهم حاجه عشان ايه تمام كده. كده احنا رسمنا الجنب سقطناه ايه تحت هنا كده. طيب وماذا بعد؟ بعد ما سقطنا الجنب هتيجي تبص تركب المسامير، نمسك المسمار ده كده تمام، المسمار ده نحط واحد هنا وواحد هنا، لان هو قال لك اتنين مسمار زي ما احنا شفنا في الفيديو مع بعض. طيب همسك التو مسمار، هروح جاي ندخل واحد من هنا كده، العرض ده كام؟ قال لك الارتفاع ده 15، الارتفاع ده 15، يعني يا دوب المسمار هيخش من الاول هنا لحد هنا، وتيجي الحته العريضه ده توقف المسمار. تمام؟ طب ليه يا باشمهندس انا ما دخلتش المسمار من تحت؟ دخله ازاي من تحت يا نصر؟ انت عندك دي كده عريضه كده، هتدخل المسمار زي المسمار اصلا طول بيها، هتدخله ازاي؟ انا عايز عندي القلم ده عايز ادخله من تحت، هتدخله ازاي؟ مش هتعرف. فهو اكيد المسمار هيخش من فوق، اكيد السن الصغير اللي هتخش، وهسيب الشويه الكبار اللي فوق دول فوق عشان محتاجهم كده. طيب سؤال حضرتك انك برضه يا باشمهندس انا مسكتش المسمار ده وقلبته ودخلته من فوق كده، طب ما انت عندك الارتفاع ده كتير 58 وانت عندك هنا 50، فال 58 هتخش هنا ازاي؟ 58 هتبقى تحت هنا ازاي؟ مش هتكفي، واكيد لو حطيتك الوز ده الهدف. طيب ممتاز جدا، يبقى انا امسك المسمار ده اجمعه فوق هنا، يبقى انا اجي هنا كده المسمار ده قال لك ان انت هتخش الشويه دول 15، يعني هم يا دوب الشويه دول قد دول كده. بعد كده هتلاقي الحته اللي طالعه بره هنا كده قال لك العرض بتاعها 24، يعني 12 يمين و12 شمال، 12 يمين و12 شمال، ادي 12
12، واطرح هنا ارتفاع كام؟ قال لك ان الارتفاع ده 5، يبقى نيجي من هنا كده ارتفاع 5 وارتفاع 5، نفس الكلام من هنا ارتفاع 5، وتروح جاي داخل تاني كده جوه طيب، وتروح كده طالع بقيت سين الأرز من فوق، فوق قد إيه؟ هنشوف دلوقتي. طب هات ارتفاع المسمار قد ايه؟ جه قال لك ارتفاع المسمار من اول هنا من اول تحت خالص لحد فوق 90، يعني معنى كده من اول تحت هنا كده لحد اخر المسمار فوق 90. فتعالى بقى كده اقرا، طلعت القمر فوق تمام كده، انا بعمل المسمارين بتاعي قفلت توم اهوت 90 من اول تحت لحد فوق المسمارين. طيب جميل، بعد كده وماذا بعد؟ بعد ما حطينا المسمارين فوق محتاجين ان احنا نمسك الجزئية دي كده نحطها هنا كده تمام، يعني زي ما احنا الفيديو وضحناها في الاول، نمسك الجزئية دي كده ندخلها نحطها. عرفت منين برضه؟ ما انا عندي هنا مسمار وهنا مسمار، يعني ده عرفت ان الجزئية دي هتخش على المسمارين. طب هتخش من فوق ولا من تحت؟ ما انت عندك هنا 24 او 42 اهو. طب ما ال 42 دي هتيجي تبص لحد هنا تفضل تنزل تنزل تنزل، ما انت عندك دي 42، يعني انا كده اعرف ان الاثنين دول هيخشوا في بعض، بس انا هفضل انزل بدي لحد ما اشوف القوس بتاعي هنا اخره فين. القوس بتاعك بتاع المسمار اخره 58، يعني انا لازم اعمل القوس 58 كده من فوق، 58 من فوق اهو، اخش 2 بنج كده و2 بنج من هنا كده، ممكن اعمل القوس كام؟ 52 52 52 بروح جاي عامل الأرز بتاعي. ده معناه إن أنا هفضل أنزل بالجزئية بتاعتي دهيت لحد آخر الأرز، يعني دي بتربط كده على الأرز ده كده، هفضل أنزل كده لحد ما إيه تقف هنا كده خلاص. يبقى أنا أمسك الجزئية دي أفضل أنزلها هنا كده لحد ما سن الأرز ده أهو آخره هنا، بس مش هينفع تنزل عن كده تمام. يعني هو جاي قال لك ان الارز ان الثقب بتاعك ده 12، ده الحته الداخليه القوه الصغننه دي هي ال 12، ده كده الارز بتاعك 12. فانا مش هينفع اجي ادخل افضل الف الف الحته دي اضخم من الارز بسيط، يعني اضخم سيكه من الارز دي تفضل تلف على الارز اللي هو 12 الصغير ده اهو كده لحد ما تيجي تقف، يعني هتيجي عند الحته الاضخم دي سنه وتقف. طيب همسك بقى الحته بتاعتي دي، يبقى انا عرفت ان انا افضل ادخل لحد ما تقف. اقوم انا جاي ماسك القاعده دي كده هقسمها هنا كده، هقفل القاعده دي هنا كده، همسك القاعدة بتاعتك دي كده افردها كده، دي جاية الحتة ده الخط ده كده. طب الخط ده قد ايه؟ قال لك 120، خلاص يبقى 120 يبقى 60 يمين و60 شمال، ادي 60 وادي 60. طب هطلع ارتفاع قد ايه؟ ارتفاع 15، ده قام جاي طالع ارتفاع 15 كده، جاي طالع ارتفاع 15 خلاص. بعد كده اقوم جاي مقفل ايه الجزئيه بتاعتي دي كده، احنا كده كنا قفلنا القاعده دي كده. طيب جميل، بعد كده جه من النص من هنا كده انا طالع من حته حته منها كده كام؟ 50 العرض بتاعها 50، يبقى انا اجي من هنا كده 25 يمين، واقوم جاي طالع كام؟ الحته دي كده، الحته دي كام؟ 9، اطلع 9 9 من هنا كده، اوكي مقفل الجسم بتاعي كده. طيب وبعدين هاجي من هنا كده، جه قال لك هتنزل بشكل بيضاوي كده، تعمل خط من هنا كده وتبدأ بشكل بيضاوي كيرف دايرة كده تبتدي تجيبه من هنا كده. طب هعمل ايه؟ تعالى نبدأ الأول نعمل الدايرة دي من هنا كده. هو جه قال لك هتقوم جاي طابع الثقب ده اهو كده، مش مديني خط هنا، بس انا عارف ان الخط تحت القاعده على طول. فانت بقى بص قلت تعمل ايه؟ تقوم انت جاي تحت القاعده كده وعامل خط صغنن كده، وتقوم جاي ماسه الدايره لفه من هنا كده، ده مش قرار، بس انا عايز اعرف الدايره دي هتنزل منين هنا كده بالظبط. لو انا جيت جبتها من السايد فيو بيقول لك 46، بدات الدايره كده نزل بقى 46،
وعلى بعد 12 الخط الصغير ان انا لسه عامله ده بحب ده دلوقتي، خلاص انا شفت مستوى اليوم ما كنتش واخد بالي منه. فانا اجي من هنا كده 12 هي جت بالظبط على الخط زي ما انا كنت عامله بحب، جت اصلا بالظبط. يبقى انزل 12 من هنا واعمل الخط ده كده، وبعدين شفت الدايره دي الاول بتاخد علامه هنا 46، يعني 46 نصها 23 يمين و23 شمال، ادي 23 اهو وادي 23، واروح جاي عامل ايه زي كيرف كده دايره تمام. ماشي، وبعد كده اقوم جاي نازل بالثقب بتاعك 24 يمين و24 شمال تمام، 24 يمين و24 شمال. بس نفتح الناس هيقعدوا يحتاجوا في النص دي كده، لان هي كده مثلا لما نيجي نقشر عندك الثقب ده كام 24، يعني 12 يمين و12 شمال، ادم 12 وادم 12، واروح جاي نازل بخط كده بيتش ده الثقب بتاعي. بس لحد فين بقى لسه هنشوف دلوقتي. جي عندك من القاعدة دي كده نازل بحتة كده، هي حتة حديدة كده اسطوانية كده نازلة ارتفاعها 45، يبقى انا اجي من هنا اقوم جاي العرض بتاعها الاول 42، يعني 21 يمين 21 شمال، ادي 21 ادي 21 هنا، واروح جاي نازل بيها كده سرعة السباق مظبوط او حاجة تبقى بس مظبوطة بس 21 هنا كده، واروح جاي نازل كام 45، 45 بننزل من هنا كده 45 كده جت هنا كده، قوم جاي نازل من هنا كده 45 جاي ايه موصلها كده ببعض كده تمام. هذا نوضح الجزئية دي كده بداخل الديك الأول تمام، عندك فيها ثقب في النص اهو طيب جميل كده، دي الجزئية بتاعتنا دي كده، هي دي كده عندك الثقبين، هما الثقبين دوت اهو، انت بقى امسح زي دي كده المفروض بقى احنا دلوقتي كده جمعناها. تعالى نعمل القطاعات قبل ما نعمل نشتغل على البنت السيشن. انت عندك في هنا صامون، عندك هنا اتنين صامونتين كتر 12 صامون هيتعمل في المنطقه دي كده، بس انا مش هينفع اعملها لما ابتدي بقى من تحت، يعني انا هبتدي بالصاموره من تحت، انا ممكن اعمل الصاموره تحت بعد كده بعدها فوق على طول. تيجي نعمل القطاعات الاول، تعالى نعمل القطاعات الاول. اول حاجه احنا عرفنا لما نيجي نقطع في الجزء ده هنمسح ايه؟ هنقوم جايين ماسحين الخط ده كده، هو اصلا قطع لنا جاهز اهو، قام جينا قطعنا بمنشار من النص مسحنا الجزء ده كده خلاص، وموضح لنا ده كده الخط ده كده واضح اهو نوضحه ومسحه من هنا اهو، والله اصلا عندي الكلام ده كله مشي من هنا كده موضح الداش هنا، وهنا نفس الكلام موضحه هنا موضحه. طيب وبعدين تمام الثقب اللي تحت هو موضحه واحنا موضحينه اصلا، احنا كنا بنرسم الثقب الداش ده موضح هنا وموضح هنا عادي، وممكن تسيبه داش على الشمال، هو عايز نصف قطاع بس، يعني هو عايز نصف قطاع، يعني هو انت ايه هتقشر بس على اليمين وتسيب الشمال زي ما هو عشان الشمال كبير. طب تعالى بقى على الجزئيه دي، لما اجي اقطع في النص ده هيبقى ده هتوضح كده، لما اجي امشي في نصها من هنا كده مطرح الخط ده كده، عديت على الثقب فوضحت الثقب، عديت على الثقب من هنا فوضحت الثقب. طيب الدايره اللي في النص دي اللي هي الداش اللي 24 دي، ما انا لما مشيت كده بمنشار دخلت عليها هنا الدايره دي قطعتها، فقوم جاي موضحها تمام. الدايره الداش دي انا هوضحها زي ما انت شايف كده، بس وانت بتوضحها هتلاقيها في خطين معديين عليها، لا تمسح الخطين دول، مفيش خط بيقطع خط، الخطوط دي اصلا بره يمت هنا كده، يعني الخطوط دي كانت بره يمت هنا كده، كانت بارزه من هنا كده، وانا لما قطعتها خلاص هشيلها.
كام خطوة كده وبدأ يتوضأ. طبعا دي عايز توضح. طيب كده احنا وضحنا والجلد بقى متوضحة أصلا والشغل جاهز أهي، احنا هنقشر بس هنا. طيب كده احنا خلصنا مسكة الانفجار، كل ناقص إن احنا نقشر. هنمسك كده الجزئية دي نقشرها، أنا هقشر نصف قطاع يبقى احنا هتسيب لك من ده ونقشر في النص ده بس. طب ممكن نقشر بعد كده نخش نرسم في مسكة البلان عادي. ثواني كده، اليوم مثلث بتاع التقشير، واحنا الجزء ده عصب هو اصلا كمان مقشره جاهز هنا مساعدنا، ومقشر الجنب دي من هنا اصلا هي مجهز لنا. احنا من نصف قطع ممكن نقشر نص بس، نثبت المثلث بتاعنا كده نعمل خط تقشير. طب في قانون بس في التقشير بيقول لك لما تيجي تقشر مثلا جزء، يعني امسك الجنب ده اقشرها اهي، وبعد ما اخلص تقشير الجنب دي كانت جزء صح؟ هقلب المثلث بتاعي عشان هبدأ أقشر في جزئية تانية، ده جزء تاني يعني الجنب لوحدها كانت جزء، فبجي أقلب المثلث بزاوية تانية، يعني الجزئية دي كده دي أقشرها تاني بزاوية تانية معينة، أقلب الزاوية زي ما أنت شايف كده. طب جاي بقى أنا بقشر عكسي، يعني عكسي كده عشان أبين إن ده جزء لوحده وده جزء لوحده، ما أدخلش الأجزاء في بعضها. تمام، فلازم تبقى واخد بالك جدا بس من النقطة دي عشان بتتحاسب عليها في الدرجات. طب طيب انا نصف قطاع مش محتاجين نقشر ايه الجزئية التانية من النص التاني، هنقشر نص واحد. طب عندك المنشار ماشية في المسمار ده كده، هل المسمار بيتقشر ولا المسمار ما بيتقشرش؟ احنا مش هنقشر المسمار، فتاخد بالك من النقطة دي. طيب جميل جميل جميل. بعد كده عندك ايه تاني ممكن نقشر؟ الجزئية اللي فوق دي تعمل جاي نزلت هنا دي كده، دي تتقشر الحتة دي كده تتقشر كده، يعني الحتة دي كانت معاك بس هقشرها عكسي، يعني بزاوية تانية اهيت عشان أبين إن دي جزئية ودي جزئية أهو. نفس الكلام، أنت عندك صمامة هنا لكن برضو الصمامة مش هتتقشر، فكده كده الصمامة اللي رسمها أنا مش هقشرها، فأنا مش ناعي همها، فمش هتخش معايا في التقشير. طيب بعد كده بقى احنا المفروض ان احنا قربنا نخلص، بس طبعا النتيجة عندنا صمغة فقلنا هنقسمها بعدين. ايه عندك؟ نبص هنا ده، شوف التفصيلة انا هنا في كيرف صغير كده. طب الكيرف ده اعمله عادي بالشابلون الدائرة بتاعتك كده. تمام، هات مثلا اي دائرة معينة وتقع كده ما تدقاش. انت بتهزر يا ابني، هي زريبة يا حبيبي، هي زريبة دي كده. لو انت عايز دقة جوه تبقى رسمها رسم يعني جوه بروفيشنال كده، حضرتك تخلي نص دايرة دي قد نص دايرة دي. وعندك ايه تاني تفاصيل دقيقة هنا؟ الشيفت قلت لك ان المفروض هو انا مش كاتب لك الشيفت ان هو معاك، بس انت كواد فنان الله اكبر. طبعا الرسم ده لازم لما يترسم يكون ده هدف، فطبعا ما ننساش العمود اللي في النص جوه الشيفت اللي في النص ده كده، العمود ده كده هو مش مكتوب بس انا عادي لو حطيته مش هيقول حاجة. فالشيفت ده جاي من اول الجسم لحد داخل الجسم بتاعي. تمام، مرة يكون طالع بره شوية كده أيا كان الطول. لو لاحظت هتلاقي إن أنا لما جيت أرسم الشيفت، هو الشيفت كام؟ 24 ماشي، فهتلاقي دي كده 24 والجيب من تحت 24، فالمفروض إن الاتنين يكونوا على السنتر 24، فدي غلطة المفروض أنا ما غلطهاش، فلازم إن أنت تبقى واخد بالك في حلاوة الشيفت اللي أنا لما جيت حاطه دلوقتي. وضح لي غلطة، وضح لي إن الحتة ده أقصر من الحتة دي، يعني الحتة ده أكبر. تمام، فأنا كأحمد هو جاي لازم أمسح كده وأعدل الشكل بتاعي وأرحك دي إيه يمين شوية، فدي غلطة مقاسات اهوت كده يمين شوية نفس الأم جاي ايه عامل الشيفت التاني بقى كده. امتى؟ طيب والشيفت ما بيتبس ده كده، الشيفت بيكون انا من شكل معين بوسع خط تخفيف كده يبقى زي دايرة من هنا ودايرة من هنا، فانا عايز اعمل الشيفت الشكل بتاعي مظبوط، فانا همسح ايه خليه أم جاي ده. انت معاك دلوقتي نصين عايز تعمل زي دواير كده، فافتح فتحة اكبر من النص يعني تلات ارباع بالظبط كده، واقوم جاي واخد ايه علامة فوق اهوت، علامة فوق من هنا. تمام، علامة من تحت كده،
هو جاي في النص هنا راكز واخد علامة وعلامة تحت، فبالتالي زي ما انت ملاحظ كده دول نقطة هنا نقطة تقاطع هنا اهي، فهو راكز في النقطة دي وعامل زي ما تقول ايه ربع دايرة كده ماسكة خلاص، وجاي من هنا كده راكز في التقاطع ده وعامل زي ما تقول زي نص دايرة، واجي هنا في الجهة دي كده علامة تحت وعلامة تحت، أقوم جاي كمل التقاطع ده كده خليه يروح لحد الأخير، يديك نص إيه دايرة كده، بالتالي كأنك أنت قطعت الشيفت بتبين له كده إن أنت عامل شيفت تمام. في داخل القطعة برضه لازم نسيب نفس الكلام ونفوح نعمل كده، تعالى بس محتاج برضه خط النص أهو، أروح جاي فاتح فتحة زي واحد ونص كده علامة فوق علامة تحت، بس هنا أنا مش هعمل فوق تحت، هنا أنا هعمل فوق تحت. فوق تحت اهو، هنا هيبقى ايه تحت بس، هنا هيبقى تحت بس، هتركز هنا كده وعلى تحت بس، اروح جاي هنا كده كده، انا كده عملت وقت. ممكن تقشر دي هنا كده القطعه مش معاك تمام، مش بعرف حاجه بس هي جايه زي دوران كده تقشر ايه الحته دي كده، فانت بتقوم ده عمود ومقطوع، هنا نفس الكلام اهو تقشر كده، ده كده عظمه قوي، ده كده عظمه قوي. فكده احنا عملنا الشيفت بتاعنا في النص. تعالى بقى نبدأ ايه مثلا، دي هتبقى كده في صحيح بس في الاخر ومتنساش تصمم هنا. تعالى بقى نبدأ نرسم ايه في مسقط لتحت، نبدأ مثلا وليكن هناخد ايه، هنبدأ خط السنتر هنا كده عملنا بقى السنتر لاين ده عشان نرسم عليه الشكل بتاعنا البلان طبعا. فنبتدي دلوقتي أول حاجة نبدأ برضو ننزل الجزئية دي معانا تحت الأول. أول حاجة أنت عندك في دوائر تمام، في شكل ده عامل شبه الشكل البيضاوي ده، ده في عمليات مماس، فتعالى نبتدي نعمله كده. أول حاجة وجي قال لك الشكل البيضاوي ده معمول مع دايرة هنا كده ودايرة هنا كده، واخد من الدايرة بس الحتة دي، تعمل الحتة دي كام؟ بيقول لك إن الدايرة دي 16 16 أو 18، خلينا نقول 18 خلاص 18. طيب هروح انا جاي الحته دي كده قبل 18، فانا هعمل ايه؟ هروح جاي منزل اول سنتر من هنا كده، عايز اجيب سنتر هنا كده، هقوم جاي عند النص مسمار اللي فوق ده كده منزل السنتر تحت هنا كده، انا عايز امسك السنتر كده انزله تحت هنا كده الاول تمام، واجي من هنا كده انزل السنتر هنا كده. طيب بروح جاي فاتح ال 18 بتوعي وعامل ايه زي ما تقول دايرة خفيفة كده، دايرة دي مع مماس، بعد كده عايز اعمل مماس من هنا كده. طب المماس ده مماس ايه؟ مماس خارجي. ليه خارجي؟ لان الوش بتاعه بصق خارجي بس، يعني مماس كده بصق خارجي، يعني الدايرتين بتاع قسم تمام متوصلين ببعض اهو، هو مماس بصق خارجي فسميناه مماس خارجي. احنا كنا شارحين في عمليات المماس في الكورس بتاع اعدادي هندسة، ان انت المماس لما بيكون بصق خارج انا بطرح، وجي انا وقت بطرح في عمليات المماس تقدر تروح تريحها تاني لو انت عايز تشوفها كون جاي تاني. طب اجيب نصف كتر الدايره اللي قلنا المماس ابتدى منها اللي هي هنا دي اللي هي 18، اكتبها هنا، واروح جايب نصف كتر الدايره الثانيه اللي المماس انتهى عندها هنا اللي هي 18 برضه، واطرحها من نصف كتر المماس. المماس عندك كام؟ جاي عندك المماس 75، 75 هنا. طيب 75 طيب اوكي، هنا هيديك لما طرحت نصف كتر 75 ادتك كام؟ 57 57. انت كده معاك 57، 57 ده انا جاي فاتح البنك 57 وراح اركز في السنتر هنا وعامل علامة من جوه، لان يعني انا عايز اعمل ماسك كده، فاقوم جاي اركز هنا في النقطة دي وعامل ماسك كده. محتاج الاول تحدد نقطة البداية ونقطة النهاية، فعشان احدد نقطة البداية هجيب النقطة الجديدة بسنتر الدائرة الأولى وأوصلهم ببعض كده، بالتالي هجيب نقطة البداية تبقى ماسك كده، نفس الكلام هنا كده توصل في
نقطة السنتر وحدد نقطة النهاية. بكده عرفت انا ازاي هتنين هنا وهتنين هنا، وهغير اركز في البلارجن وعامل ايه المقاس بتاعي. نفس الكلام هعكس بقى، يبقى انا هقوم جاي فاتح برضه 5 و5 57 بتوع هنا، هم افتحهم وارتكز هنا وهعمل علامة فوق هنا كده. نفس الكلام من هنا علامة عشان اجيب بيضاوي جت بتوع السبعة طبعا بالسنتر هنا كده عشان يحدد نقطة النهاية من هنا كده كده كده. وحاجة يركز فيها كده، انا عملت الشكل الايه البيضاوي بتاعي. ممكن بقى انا امسح بقية الدايرة دي، انا كنت عامل اصلا عشان اوريكم بس الدنيا ماشية ازاي وجاية منين، متلزمنيش في حاجة. بعد كده انت عندك هنا في عندك الرؤوس الصغير ده جوه ام 12 تمام، هيتفتح بقدرة 12. ممكن تاخد مقاسات من فوق على طول، يعني تيجي هنا السنتر كده مثلا تقوم جاي واخد مقاس كده على طول تمام، وتروح جاي راكز هنا وعامل الايه الرؤوس الموجود 12 ده هنا كده. ماشي، وما تنساش ان انا قلتلك عشان الرؤوس بتفتح انت عندك فيه ربع تاني بس ما بتعملوش كامل، بتبقى يعني تلات ارباع كده عشان تبان ان هو رؤوس. بعد بقى انت كده عندك الدوائر في النص دي. قبل ما نلغي الدوائر في النص دي، احنا تعالى نلغي الدوائر من الشكل بتاعي. انت عندك اول حاجه الشيفت ده، انا عارف ان هو من فوق كده هيبان زي دايره كده خلاص، فقوم جاي انا وحاطه هنا وهيبقى اول حاجه من فوق شايفها في البلان، فبالتالي الدايره هتبقى واضحه واحده واحده. نلغي الدوائر مع بعض. بعد كده انت عندك الحته دي كده الجنب دي من هنا اهيت كده داير ما يدور دايره كده الجايه كده الدايره دي كده كده خلاص، فما تنساهاش الجنب دي كده هتبقى زي دايره كده موجوده من فوق. وحتى لو عرفت ان الاسكوت ده لو انت بصيت هنا، هنا انا دلوقتي بني الحته دي كده بص اللي هي اسكوت هنا كده الدايره دي كده، وفي حته ثانيه انت شايفها هنا من هنا زي متاكله كيرف كده برضه، دي دايره اصغر منها سيكات. فانا جاي الدايرتين دول تنمهم ازاي؟ نمهم يا باشا كده على طول ايه؟ افتح برجلك نقوم كده، انا نبقى اكبر شويه. هنلك دواير بس دلوقتي من فوق، والدايره اصغر منها شويه دوت واضحين عشان مفيش حاجه مغطيهم فوق كده. كده الدايرتين دولت هنا كده. بعد كده احنا قلنا الرؤوس ده بتاع مسمار. طيب عندك هنا اللهم صل على حبيبك النبي، دي سكوت دي على نفس الشكل دي، نفس الشكل دي، نفس هو البيضاوي ده. فحتى في الفيديو زي ما انت كنت شايف هتلاقي ان دي شكلها بيضاوي، دي شكلها بيضاوي، هم متركبين على بعض. طب عندك دي داير ما يدور بتاعت المسمار. طب تعالى انقلها تحت، هو المستطيل ده كده هينزل هنا كده بس هينزل دايره، لان ده مسمار اهو زي ما انت شايف مسمار هنا زي ورده كده فاهمني؟ هنا كده دايره كده بس هتبقى داش. ليه؟ لان انت عندك الجسم ده مغطى عليه، ما هو الجسم ده هو ده هنا اهو، لو لاحظت ان هو مغطى على الورده اللي تحت، فلما اجي ارسم ورده تحت ارسمها داش. طيب جميل. بعد كده احنا كده الورقتين دول نزلناهم كده، المسمار خلصان وبتاع دي خلصان. اه ناقص حاجه، اه ناقص ثواني، ده عندك ان دي 42. شفت دي كده، شفت دي كده الخط ده كده، ده عباره عن بيضاوي الشكل ده اهو مع بيضاوي الشكل الدايره كده. فالدايره دي هاجي هنا افتح كده برجامي واجيب الدايره دي كام جاي دي كده، دي كانت دايره كده، دايره ايه ودايره من تحت على نفس الاسقاط خط واحده. فراح جاي اما اجي انقلها بيضاوي انا جاي الدايره هنقلها تحت، بس هنقلها داش. ليه؟ لان انا مش شايف، يعني الدايره اللي انا بنقلها ده اهي الجسم ده مغطى عليها من فوق مش شايف، فاقوم جاي انقلها داش.
طيب ايه تاني؟ هقول لك، شفت الدايره؟ شفت خط الدايره دي كانت دايره كده باي ذا واي. شفت الجسم من تحت هنا، الدايره دي كده، الدايره دي كده، الحته دي كده، دي دايره تمام. بس انا لما اجي انقلها كده واقوم جاي واخد نصف قطرها من هنا اهيت، خدت نصف قطرها اهو وانقلها داش، لان انا مش شايف، لان الشكل البيضاوي ده مغطى عليه، هي تحت البيضاوي يعني، البيضاوي اهو هي تحت ايه. فخد بالك لما اجي انقلها هنقلها داش، خلاص كده ده شايف. خد بالي وانا بنقل الدوائر كويس، اهم حاجه انت تخلص الفيجن. اول ما تخلص الفيجن هتلاقي نفسك خلصت المسكه الثانيه في ثواني، هناخد منها مقاسات بس. طيب كده احنا خلصنا كل المقاسات دي ومقاسات دي ومقاسات دي، تعالى بقى ناخده مقاسات الجنبه اللي تحت دي. انت عندك الجنبه عم جت لك ثقب هنا اهي، دايره هنا اهي تمام. بس الثقب ده ناخده كده نقوله ايه باش، مش هبقى شايفه ده بتاع الجنبه اللي تحت ده. بعد كده رحت جاي ناقل ايه دي، مش ديت كان خط ده كده على نفس سكوت الشيفت بالظبط. الشيفت جاي احنا لانه هنا اصلا صورة واضح، لان هو من فوق واضح مش هنغطيها. طيب شفت البوز ده اهو، البوز الصغنن ده اهو، دي دايره برضه فالاتنين تمام. بس بلاش عشان انا مش شايف. تاخد بالك من الدوائر دي، ولو جه معيد سالك عليها قال لك ايه الدوائر اللي انت عاملها دي، هتعوب المسطره من فوق واحده واحده. كده احنا خلصنا الجنبه، خلصنا كل حاجه، نقلنا الدوائر، كده احنا خلصنا اصلا ماسكه ناقص ايه؟ الصاموره اللي هتبقى موجوده هنا. طيب انا جيت قلت لك الصاموره ليها قوانين. اول حاجه انت عندك درجه الصاموره قطرها 12 يعني تترسم على الرؤوس ده. طيب بتيجي بعد كده عايز تعمل دايره، تعمل عليها الشكل المسدس. طب الدايره دي كام؟ الدايره دي قال لك 1.5 من قطر الاراوز، يعني الاراوز قال لك 12 تضربه في 1.5. 1.5 بالفرق. انا بشرح المسمار هي الصاموره هيلاقي نفس الوقت هسيبها لك فوق المينك حد. طيب 12 في 1.5 تديك انا 10.5، نص ده 6، يبقى 6 هتبقى 18. يبقى انا هفتح نصف قطر 18 واعمل دايره، الدايره دي هعملها على الشكل المسدس. خلاص دايره اهي، دي دايره اهي، دي هعملها على الشكل المسدس بتاعي تمام. عشان بعمل الشكل المسدس عليها هروح جاي عامل مسه بخط كده من تحت خفيف كده، خد خفيف بقى عشان خاطر ايه نمسح تاني. امس من هنا بخط خفيف، امس من هنا بخط خفيف. طيب بعد ما مسيت بخط خفيف هجيب المثلث 30 60 بتاعي واروح جاي على حرف التيم من حروف كده. ماشي 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 كده. كده المنظر ده كده اجيب المثلث بتاع كده بالمنظر ده كده. تاني كده عملت الشكل المثلث بتاعك، ممكن تقدر تمسح الزيادات بقى كده دي. دي الصمولة بتاعتك اللي هي موجودة فين؟ في المنطقة دي كده تمام. طيب ممتاز. طب انا بقى لما جيت عملت الصمولة دي بقى مع العلم كده عندك انت هنا في جزء واحد ما لقيتوش، بس شفت القاعده دي كده ما لقيتهاش تحت هنا، القاعده دي هي المربعه دي كده. خلاص القاعده دي تعالى نلاقيها هنا كده. اول حاجه الارتفاع بتاعها كده اهو. طب عرضها قد ايه بقى؟ عايز اجيب عرضها، العرض بتاعها تقدر تجيبه من السايد فيو. تعالى نشوف انا في السايد فيو مديك عرضها كام؟ مش مديك عرضها، مش مديك عرضها عادي. احنا ممكن هو بس نغطي الجسم بتاعنا وخلاص، انا هقول لك هنفوتها ان هي كده مثلا، محدش هيحاسبك عليها كده. نقفلها نقفلها فوق قد تحت وخلاص. 6% الشغل اسوي من هنا، دي الشغل هنا بتاعتي كده زيادة.
عندك ايه تاني ناقص؟ اه الشكل المسدس تعال نقفه. شفت الشكل المسدس ده محتاجين نقفه. بص شكل المسدس دلوقتي اللي هو فوق، اول حاجه انا عايز اجيب بدايه ونهايه المسدس فوق، مش احنا عارفين الصمغه هتبقى هنا كده ودي الصمغه بتاعتي، فراح اجيب بدايتها ونهايتها، بدايتها ونهايتها. اما اجيب سن الصمغه من هنا اطلعها فوق كده خط نفس الخط كده في الخط ده لحد الاخر، نفس الكلام من هنا. انا لما جيت انقل الصمغه دي فوق هنا دلوقتي، هي طلعت الخط ده من هنا كده، وجاي اطلع السن ده من هنا كده، مش هتركب، مش نافعه. ازاي كده؟ راس الصاموله كبيره، يبقى انا كده مهندس فاشل. فانا لازم انا يعني اصغر راس الصاموله دي شويه. طب هصغرها ازاي؟ همسح ان انا عملته ثاني كده، لان الصاموله انا عملت راس كبير، وهسيب زي ما انا الدايره ال 18 اللي انا طلعتها دي كده هنا كده، دي الدايره ال 18 اهي، هعملها تاني دي ال 18 اهي، هعملها تاني، وهعمل شكل مسدس، راس مسدس تاني، هفتح نصف القطر زي ما احنا شرحنا ازاي نعمل شكل مسدس بطريقتين مثلا، عشان اوصل لشكل مسدس اصغر سيكه، علامه فوق وعلامه تحت. الشكل المسدس اهو، هتكس في الشمال هنا خالص تاني، علامه هنا، علامه هنا، واروح جاي موصل العلامه دي بالعلامه دي كده بالمنظر ده كده، نفس الكلام من هنا كده، نفس الكلام من هنا كده كده. كده كده عامل لنا شكل مسدس ومعاه شويه، بس هيظبط هنا. بص كده بس كده اهو، انا من فوق، انا من هنا كده، انا من هنا كده، على ما هنا كده. تيجي انا خدت هنا كذا عجمة صوروا مع بعض كده، كده عملت شكل مسدس بتاعي ماشي، بس صغرته شوية. تقدر انت بقى تقلد الدايرة بتاعتك تاني، مش قصة يعني. فبالتالي دلوقتي احنا عايزين الشكل المسدس بتاعنا فوق بقى، تمام. هنا هتكون سهل شويه، لما اجي انقله هنا كده بص بص هتلاقي القاعده جت هنا بالظبط، يعني عادي نقطه، واخد شكل المسدس من هنا كده اهو، ادي نقطه. نفس الكلام من هنا، اجيب بدايه الشكل المسدس ادي نقطه، وادي نهايته هنا، هنا اهي يا دوب بالظبط على الدايره، ادي نقطه. شفت كده انا شغال قصرت المسدس بتاعي. طب ارتفاع هيكون قد ايه بقى؟ ارتفاع الشكل المسدس بتاعك هيكون اللهم صل على حبيبك النبي 8%، 8 من 10 مضروبة في قطر اللي هو ال 12 ده، تمام. يعني هيديك اللهم صل على حبيبك النبي، يعني مثلا هيديك مثلا ارتفاع 10 مثلا، تمام. فانت ممكن تعملها اصلا 10 بحب من غير ما اي حاجة، 10 كده 19 ارتفاع، وتقفل صمودك وعفى الله عما سلم. ادي 10 فممكن تعملها اصلا بحب الصمغه دي، احنا لو مش الفيديو كنت عملتها بحب كلها، ما قستش اي حاجه. ادي الصمغه بتاعتك اهي، حطيتها. طب ما تنساش بقى ان انت الصمغه عندك ايه، شكل مسدس من تطلع نقطه من هنا كذا ربع، يعني ادي ربع وادي ربع، تمام، وادي ربع هنا اهي من النقطه دي كده، ادي ربع وادي ربع. شوف بقى انت عندك شكل هنا يعني زي كيرف كده، دايره كده، احنا اتفقنا لما جينا نعمل الكيرف ده المفروض ان انا يبقى ليه تكملة شكل بيضاوي من هنا كده داير كده وتمشي كده. طب تعالى اعمله، مش انت كان عندك في النص بتيجي تفتح فتحة وتاك تفتح فتحة أكبر من النص عشان تعمل الشكل البيضاوي من هنا كده، الكيرف الداير كده، تفتح فتحة أكبر من النص كده،
وتروح جاي ركز هنا كده وعامل علامة تحت، سوري من فوق كده علامة تحت، نفس الكلام من هنا علامة تحت كده، تروح جاي ركز في العلامة دي. المفروض انت هتعمل كان نص ده وهي، بس انا بعد ما قطعت مش هينفع. تقوم جاي انت مكملها كده من هنا كده ومكملها من هنا كده، ليه كمل كده من هنا كده؟ عشان اخش جوه كده النص المسافة دي. شوف المسافة دي كام مثلا، لو ان هي طلعت 8 هي، اخش 4 كده، نفس الكلام من الجهة التانية اخش 4 كده، وتروح جاي ركز هنا كده وعامل ايه النص دايرة بتاعتك هنا كده. ماشي، طبعا كل ما تلاقي صورت انت ممكن تستخدم الشغلانه ده، بس انت عملت خطوات عملك صح يعني، وما يهم خطوات العمل اهم حاجه عشان دي هتتحاسب عليها. عامل انا مثلا هنا كده، ماشي. ممكن تمسح بقى نفس الكلام من هنا كده، تمام. اخش من النص كده، اخش من النص كده، لكنك انك تعمل هنا يعني، انت فاهمني؟ مش شرط بقى تعمل حته بتاعتك في النص تعمل تجديد اساسا، وتعمل ايه النص كيرف بتاعك كده. كده انت خلصت الصمغة بتاعتك، خلصنا دي، خلصنا دي، خلصنا كل حاجة كده. تعالى بقى نبتدي نرسم في السايد فيو. ماشي، السايد فيو أول حاجة أنا عايز أحدد السايد بتاعي هيبقى قد إيه. أول حاجة أنت هتيجي هنا بمثلث 45 ده كده، تنزل بخط من هنا، ده أنا هنقل منه السايد فيو، وأروح جاي نايل عرض السايد فيو كده، هنا كده، ده عرض السايد فيو. ده طلع بخط من هنا كده، تمام. نفس الكلام من هنا كده، طيب عايز اقفل السايد فيو، تقوم جاي مقفلهم القاعدة من تحت كده من فوق نفس الكلام. سيبك من ال يعني اوريكم مثلا اقفلهم من القاعدة، سيبك من الشيفت والمصممين، تمام. طيب اول حاجه من هنا في السايد فيو انت هترجع عندك هنا ايه قاعده، القاعده دي كده يعني اللي هي برضه عايه هنا كده ما تنساهاش، وانا بصمم السايد فيو من هنا كده. فالقاعده دي ارتفاعها هو الارتفاع ده كده، ما هي دي القاعده دي هي القاعده دي، فانا اللي الارتفاع اهو ده انت ارتفاعها. طب العرض، ما هو العرض اهو، العرض كله. طيب بعد ما خلصنا القاعده عندك انت في النص في شيفت في عمود اهو، العمود ده كده تقوم من اول هنا لحد هنا، تمام. طب انا عرفت طوله، عايز بقى انا اشوف عرضه هنا في السايد فيو. فانت هتشوف اسقاط العمود هنا سقط دايره من فوق، انا شايفه دايره من فوق، فالدايره دي فانا طبعا هو بين هنا مستطيل وبين هنا دايره، يبقى هيبان هنا مستطيل زي ما انا شرحت لك في الاساسيات الرسم الهندسي. فتقوم انت جاي هنا كده العمود هنا كده، تمام، هنلاقيه هنا كده في نص الجسم كده، عرضه قد بقى؟ عرضه اقفله من هنا كده، اخد طوله، طوله اصلا سوري كده، من تحت نفس الكلام ده طول، امسح الزيادة دي كده. طيب بعد ما انا بقى جيت نقلت الشيفت ده هنا، طبعا انا مسحت الحته دي ليه؟ لان الاول كانت القاعده هنا، لكن انا لما اجي اقطع من النص هنا انا هيبان عندي العمود، تمام؟ فالقاعده مش هتبان، انا هبقى قطعتها ورميتها. طيب نفس الكلام انا لما اجي ابص، تمام، الشيفت عندك عادي جدا اهو، تمام، قاعده كده كام مسمار. انا زي ما انا اتفقت معاك ان انا لما باجي اقطع برمي اي جزء هنا، انا لو قطعت من هنا كده فانا هرمي الجزء ده، مع ان انا ضد القاعده دي، المفروض ارسمها عشان ابان تفاصيل، تمام. فاحنا نمسك المسمار ده هنرسمه هنا، احنا باصين من هنا شايفين مسمار واحد مش هنشوف التاني، انا من هنا شفتهم مسمارين، وانا باص من هنا هشوفهم مسمار واحد، زي ما انا باص من هنا كده شايف مسمار واحد بصور. فانا مطالب مني ان المسمار ده هنقله هنا، تمام. فانا اول حاجه هجيب المسمار ده اهو كده، تمام، اروح جاي ايه
محدد طوله هنا كده خط خفيف كده، ومحدد نهايته خط خفيف كده، خلاص كده ده المسمار. وعايز انهي الرؤوس بتاع المسمار بس، خلاص يبقى الرؤوس بتاع المسمار قد ايه؟ الرؤوس بتاع المسمار اللي هي كانت الدايرتين الصغيرين دول، يعني انا عامل دايره ربع ودايره ربع، فتروح انت جاي ايه؟ نهائي الرؤوس، الموضوع بسيط خالص اهو، نهائي الرؤوس كده. تمام. يعني كده روت. طيب شفت احتمار شمال شوية، لأن يعني دي مشكلة عندها بعد ما بنقل. حاول تخلي في تناسق بس، يعني من هنا قد من هنا. أنا وأنا برسم هو عادي، لقيت مفيش تناسق، لا دي تلاحظ، يعني أي حد بيعلمك هيلاحظ إن مفيش تناسق مع إن أصلا فيبقى في تناسق من هنا قد من هنا، أهم حاجة. طب كده انا نقلت ايه؟ الرؤوس بتاعهم بتاع المسمار. طب مش الرؤوس، مش انا قلت لك ان انت بتخش 2 مللي، يعني بتخش 2 مللي جوه كده هنا و2 مللي من هنا، وجاي ايه عامل الرؤوس بتاعك كده. طب وماذا بعد؟ عندك المسمار بتاعك كان فيه شويه معينين من اول هنا كده لحد هنا كده ما كانش فيهم رؤوس، فنفس الكلام عندهم ما فيهمش رؤوس، يبقى علمهم كده. قوم جاي داخل كده على المسمار، على المسمار انت دلوقتي كان فيها رؤوس، بس لو هنا كده كان فيها رؤوس، لو هنا سوري كده، لو هنا كده الشوية دوت ما كانش فيهم رؤوس لحد هنا كده، خلاص يبقى جاي المسمار تعال دخلت معاك لحد هنا، الشوية دوت ما كانش فيهم رؤوس، يبقى انا امسح الرؤوس من هنا كده خلاص، بس عشان تبقى انت عارف انت بتعمل ايه، بس اهم حاجة عندي. طيب لا فصل بيت مثلا، طب كان انت عندك حته زياده هنا كده جوه الحته دي كده، تمام كانت طالعه هنا بارزه شويه، متنساهاش طلعها كده. طب قد ايه بقى هطلع؟ هقوم تعالى بس نحدد الارتفاع الارض بتاعها كان كده مثلا، ارتفاعها اهو عايز اقفلها بقى، تقوم انت جاي جايبها من هنا، شايف عندك من هنا الحته دي كده الدش دي كده كانت دايره عندك تحت دي، او انا جاي هنا فوق كده بص نرجع كده. مثلا انت جاي جت معاك الشيفت كان عندك قد الشيفت، جت هنا كده في المنطقة دي. طيب كده احنا رسمنا المسمار بتاعنا، بس لفوا المسمار بتاعنا ماشي، وبعدين رسمنا المسمار، المسمار ده كان ليه صامولة، احنا بعد ما رسمنا المسمار ده كان ليه صامولة، الصامولة دي كده هتتنام فين؟ في المنطقة دي هنا كده، الصامولة بتاعتك تتنام هنا كده اهي، عرضها قد ايه؟ تعالى نجيب عرضها من هنا كده كده تمام، عرضها هتلاقي أكبر من الشيفت باين، حاجة بسيطة، قد الشيفت. بس كنت هاخد عرض الصامولة، هي دي الصامولة بتاعتي دي الصامولة. طيب ما تنساش انت عندك الصامولة، قلت لك لما اجي ابص من السايد فيو هتلاقي عندك زاوية واحدة بس، يعني الصامولة لما نزلتها تحت هنا كده هتلاقي عندك في فرقة في النص بس كده للصامولة، الصامولة بتاعتك ما تكون مقسومة بالنص. طبعا انت اكيد اتفرجت على شرح الصامولة، بتعرف ترسم الصامولة كويس يعني، بس عشان انت عندك كيرف هنا كده هتعمله لسه، وكيرف من هنا تعالى نعمله مع بعض كده، مثلا الكيرف تفتح فتحه اكبر من النص زي ما انا قلت لك، وتروح جاي راكس هنا كده، تاخد علامه تحت نفس الكلام من هنا كده علامه تحت، تقطع في نقطه تروح رايح راكس في النقطه دي كده، وعامل ايه الكيرف بتاعك فوق هنا كده. النبي احسن اكبر كده، فجاي انت عامل ايه الكيرف بتاعك هنا كده ماشي من نفس الكلام برضه، تعمل هنا كده تبتدي هنا كده تجيب علامة هنا، فجاي عامل ايه الكيرف بتاعك كده خلاص، دي سهلة دي.
بعد كده كده احنا نقلنا المسمار بتفصيل ونقلنا الشيفت ونقلنا القاعده دي. تعالى بقى ننقل الجزئيه دي كلها كده تمام. هو رسمها لنا هنا اصلا سهل يعني، انا لو مش عايز اعاني ممكن انقل من هنا على طول. اول حاجه انت عندك الحته دي 33 دي كده، هي دي كده يعني، انت بصيت في القاعده هتلاقيها هي دي سقطتها، هي الحته دي كده نفس الكلام. لو جيت بصيت بقى دايره من هنا يبقى هتتنقل هنا برضه 33 العرض بتاعها. يبقى انا اجي هنا كده معاك 33 يعني، تعالى نمسك دي الاول نحط السنتجرام في النص كده 33 33 يعني 16 يمين و16 شمال. جاي هنا كده وطلع خط هنا كده خلاص، يبقى انا عارف ان دي كده هتتقشر هنا كده. بعد كده برضه عندك نفس الكلام، شفت الدايره دي كده تبقى موجوده هنا كده، ده بتاعت الشيفت ده اصلا تمام. اللهم مثلا انا بقى شفت الدايره دي كده تتنقل، هو قال لك 42 هنا باين في الريفيجن 42 وبصيت لها هنا دايره، يبقى الدايره هي 42 اهي، دي الدايره 42 هتتنقل هنا دايره 42. يبقى انا اجي هنا كده 42 يعني 21 هنا و21 هنا شمال، واطلع بنقطه من هنا كده خفافي، نقطه من هنا كده ايه خفافي. طيب بعد كده هبص الاقي على ارتفاع 15 50 هنا كده، في عندك طالع بخط جاي الحته الصغننه دي كده، جايه يا دوب هتبقى بتاعت البيضاوي الصغيره دي كده خلاص. شفت البيضاوي ده كده جاي الحته دي كده جاي بتاعت البيضاوي. طيب عايز انقل القاعده دي، القاعده دي الاول انا عايز احدد او اجيب الاول ارتفاعها، ارتفاعها يبقى ده اول نقطه وادي اخر نقطه. عندك يعني بس الاول كده ارتفاعها الاول هنا اهي خط خفيف، من ارتفاعها كده كده ارتفاعها من هنا كده الاول اهو. طب انا عايز اشوف بقى عرضها قد ايه، تنقل بقى انت الشكل البيضاوي بتاعك كده، نقل الشكل البيضاوي بتاعك يعني ايه الشكل البيضاوي بتاعك، هتيجي جاب معاك ايه هنا كده في المنطقه دي بالظبط. المهم جاي ايه بس كده نقلت القاعدة دي. طيب القاعدة ديت بيقول لك ان انت هتيجي من هنا كده عند الخط ده كده فاضي فاضي، كل ده هيتقشر هنا كده وهنا ده كده هيتقشر تمام. القاعدة دي المفروض تقفل معاك على الشيفت هنا كده العمود، ماشي. وبعدين جيت كده انا قفلتها حاجة، بص من هنا برضه على السايد فيو دي كده، من جوه رسموها هنا اصلا جاهز اهو سايب عليها الدنيا. طيب قلنا اتفقنا ان هو دخل من اول فين، من اول هنا كده اهو بدايته النقطة ده هي دي كده الجزئية دي كده، روح جاي هنا كده خط خفيف ونهايته فوق هنا اهي، استنى نهايته هنا خلاص بدايته ونهايته. طيب هيبقى انا هرسمها في الجزئية دي، أول حاجة محتاج أجيب الحتة دي، الحتة دي اللي هي كام عرضها كام؟ 46. كده كده عندي الشيفت هو اللي هيبقى باين بعد القطار، فانا مش محتاج ارسمها ان اطلع بره من هنا كده، فانا اقوم جاي مطلعها بره من هنا كده. عشان 46 دي نصها كام؟ نصها 23، يبقى انا هاجي من السنتر هنا كده اجي 23 يمين و23 شمال، 23 23 وهي نفس الكلام 23. وعايز انا ما دخلتش على الشيفت، انا هرسم بره الشيفت لان كده بعد القطار الشيفت اللي هيبقى باين بس. بعد كده هنزل الحته دي، الحته دي كام؟ الحته دي 9 هنا اهي، روح جاي نازل 9 تمام ماشي. بعد ما نزلت 9 اروح جاي طالع بره الشويه دولت. طب الشويه دولت قد ايه؟ الشويه دولت لو انت هتقوم اسقاط الشكل البيضاوي يعني الشكل البيضاوي بتاعك كده، هتقوم هم اسقاط الشكل البيضاوي بتاعك تمام، لان بدايه الشكل البيضاوي كانت الحته دي كده كده اسقاط هنا. نفس الكلام لما تقوم بصيه كده اسقاط هنا، انت ما عندكش جزئيه عرض من الشكل البيضاوي ده، عرض حته عندك ايه. طب الشكل البيضاوي عندك كان قد ايه؟ كان هو الشكل ده كده
الشكل البيضاوي بتاعت هما الاتنين فوق بعض بالظبط. يبقى انا جاي مديتها كده خط خفيف وماسك الشكل البيضاوي مطلعه فوق من تحت اهوت. ارتفاع قد ايه بقى؟ ارتفاع 15. خلاص 15 اهو. نروح جاي نعممها ندخلها قد ايه بقى؟ هنشوفها ندخلها جوه شويه. بعد ما دخلناها عايزين نشوف العرض ده قد ايه كده. ما العرض ده اهو هو العرض ال 42 ده اهو، اهي دي شكله دايره من تحت، نفس شكل نفس الدايره دي هتبان هنا دايره. خلاص طب الشكل البيضاوي ده قد ايه؟ شوف دي كام؟ هنشوفها من هنا مثلا، والمفروض ان هو 42 اهو 42. او انت مش عارف حتى من هنا 42 الشكل البيضاوي ده كده، او ما انت مش عارف ان الدايره هنا ال 42 ده اهي، ان هي كده الدايره دي كده هنا اهي، ان هي كده بالشكل ايه بخط 45. فانا عارف ان الشكل البيضاوي هيبقى خارج من السنتر هنا كده، اقصد الدايره سوري مش بيضاوي. خدت علامه هنا اهي وعلامه هنا اهي، واروح جاي نازل هنزل قد هنزل الطوم ده، الطوم ده قد ايه؟ 45. فانا هنزل من هنا كده 45 ايه تحت بعد ما دخلت جوه كده. خش جوه بس لحد ما اوصل للشيفت هنا كده، لا نشوف الشيفت لحد هنا كده فتحة تمام. ده اتمسح كده يعني مش هينفع خط يقطع خط. واقوم جاي نازل 45 بتوعي خمسة وأربعين، وانزل هنا 45، واروح جاي مقفل ايه. هتشوف الارتفاع اللي كنت ناوي في الاول وصلنا له، يعني انا بحدد البدايه والنهايه وافضل انزل بالجسم التاني. طيب وماذا بعد؟ كده احنا نقلنا الجزء ده. ما انت عندك الحته اللي في النص ده اصلا، الحته اللي في النص دي هي ال 24 اللي بتاعت الشيفت اصلا، اللي هي دي كده الشيفت ده كده. بعد كده بقى نبدا نشوف تفاصيل اكتر. عندك هنا الشكل البيضاوي ده تمام، الحته الكيرف البيضاوي دي تمام، اللي هي نازله زي غرف دي المفروض موجوده هنا في السايد فيو واحنا بنرسمها، يعني الجزئيه دي كده الجزئيه دي كده المفروض موجود الكيرف ده نرسمه. قال لك كام؟ قال لك هتمشي 46، 46 من السنتر يعني 43، 23 يمين و 23 شمال. يبقى انا اجي من هنا كده 23 كده و 23 كده، نقطة هنا كده مثلا ونقطة هنا كده خلاص. واروح جاي هنا ايه نازل 12، نازل 12 تحت وعمل خط خفيف اللي هو الخط ده كده اصلا معايا اهو، واعمل بقى الكيرف بتاعي ده. اوريكم مثلا هذا الكيرف بتاعي مثلا، هجيب دايرة دي كده واعمله كده. المفروض ان هو يتعمل ده شكل، انا هعمله سوبد عشان خاطر هعمله سوبد لان انا كده كده هقطع واشوف زي الجزئية كده. هعمله سوبد هنا كده عشان التأشير. طيب بعد كده عندك ايه تاني؟ كده احنا خلصنا التفاصيل اللي موجوده في الجزئيه دي. تعال بقى نشيك فين على الجزئيه اللي تحت دي كده، الجزئيه دي كده لما تيجي تبص هتلاقي ان انت كان عندك اصلا خط رفاع اللي احنا رسمينه ده هو كده، هو ده كده، هو ده كده في الجزئيه دي كده. طيب الخط ده كان انت عندك حته ثانيه اهي اللي هي البيضاوي اللي تحت الكبير اللي هو ده كده، ما هو البيضاوي تحت كبير هنا رسمه هنا داش اهو، فالمفروض يتعمل هنا. فده كان كام؟ يا اما تاخد البيضاوي الداش ده كده هنا كده طلعه فوق، يا اما تقيس. هو كان كام؟ قال لك 66 كم. يبقى انا اجي من هنا كده 66، 66 يعني 33 يمين و 33 شمال، واروح جاي طالع طبعا هنا في تأشير بمسح كده. شوفكم بداية قشر وعندك الجلبة، الجلبة المفروض تترسم تحت لها سايد فيها اتنين هنا، هيبقى نفس شبه ده بالظبط. ما هو الجلبة دي كلها داير ما يدور،
هنا هتبان دوايه وهنا هتبان الشاب بتاعه، هنا هتكرر نفس الشاب. طب الجنبه ده طبعا كام؟ جايه من هنا نازله كده مع الشاب، الجسم زي ده كده هنا اهي، وطبعا فوق كده 15 دولار ماشي. وبعد كده هو هنا جاي ايه، الكبيرة بتاعتك طلعت فوق هنا 15 لحد هنا كده، ودخلت جوه تاني كده وطلعت فوق 6، واطلع 6 هنا كده اهو، وروح جاي مقفل الجنب بتاعتك. وما تنساش ان في عمود في النص هو اللي هيبقى ظاهر، فالعمود مش هيتقطع لان العمود في نص الجسم اصلا، انا هقطع منه تمام. فدي الجنب بتاعتك فهتتقشر، فانا دلوقتي المفروض ان انا هقشر الجنبه. تعال نقشر كده واحده واحده بقى كده عشان نشوف احنا وصلنا لحد فين. اجيب مسدس التقشير بتاعي هيعكس التقشير. طب احنا كده قشرنا نصف قطاع الجزء ده. طب انت عندك الجزئيه دي اللي هي كانت الجزئيه دي كده جايه دي كده، ومركبناها هنا دي جايه دي، عايز برضه تقشر، فهعكس التقشير عشان ده جزء تاني. طيب بعد كده برضه هنعمل الشكل البيضاوي هنا في العمود زي ده كده، حتة بيضاوي من في أول عمود في آخر عمود، بتاعك هتروح كده فاتح فتحة يعني 1.5 كده، 1.5 وقص فوق كده نفس الكلام. واحدة بتعملها من الجهة دايرة والتانية بتبقى ربع بس، ده زي شيء كده يعني، ده هتعمل اتنين قاسمها اتنين برضه قوس واحد بس. تيجي هنا عشان عملت هنا قوس واحد بس، هنا هعمل بقى قوسين يبقى فوق وتحت، والجهة التانية هعمل فوق وتحت. تحت بس راح جاي عاكس هنا بقى كده، وعامل زي قوس كده. فممكن بقى زي ما قلت لك هتقشر دي كده،
طب انت كده خلصت دي المسمار اللي مكتوب كده في النص والسمكه راكبه اهيت، بس انت عايز تعملها دايره ما يدور. فانا هخلص حاجه بقى اعملها بالشكمان عشان انا فصلت اصلا. دون فين الصمغة؟ الصمغة دي كده بس يا عم. فكون بداية مسح التفاصيل دي لأن احنا واقفين نص مقطع يعني نص. هبدأ بقى أنا طبعا الماسكة اللي تحت البرام مش محتاجينها في حاجة، احنا محتاجين الاتنين دول نفنشهم ونخلصهم. هبدأ أبص، شفت أنت الحتة دي كده لما أنا جيت نزلتها هنا اهيت تمام في المنطقة دي كده وفي المنطقة دي كده، جيها هنا حفة اهوت تمام من جوه زي مثلا ايه زي دايرة ما يدور كده عشان يعشق فيها حاجة من تحت كده زي نص دايرة. طيب دي مساحتها قد ايه وقد ايه؟ المفروض الأول كنا نعملها هنا وبعد كده نرجع نعملها هنا. دي هتلاقيه بيقول لك هنا اهوت مش مدينا علامة. طب هنا مش مديني مش مديني، بس هو جابها زي دايرة كده خلاص. جاية منين؟ جاية من أول ايه؟ يعني هنخش سنة كده هنعملها بحب كده وخلاص. أمال أنا مثلا إيه؟ تاخد بالشمونة الدايرة دي كده أقوم جاي نركز بالسباك دي وفتح فتحة مثلا إيه؟ قد المسافة دي كلها كده مركز تحت نفس الكلام من النقطة دي نفس الكلام من النقطة دي كده تديني علامة تحت، علامة دي هبتكس فيها، هاجي فاتح هنا كده وعامل ايه زي ما تقول كيرف كده كده. هاجي هنا نفس الكلام برضو كيرف من هنا كده، كيرف ده موجود هنا برضه اهوت بس هنمسح كده، دي موجود اهوت بس خفيف كده زي ما انت شايف زي حتة كده. طب هو مش مديني علامة برضه زي ما انت بقى نفسك كده يا نجم تقوم جاي تعمل ايه؟ ادي علامة وادي علامة بحب كده وتروح جاي ركز في العلامة دي كده تمام وعامل قوس تحت نفس الكلام تروح تركز في العلامة الجاية دي تاني قوس تحت وجاي ايه عامل كيرف كده بحب خلاص. المفروض يبقى هنا داش نص من هنا احنا قاطعين فشايفين واضح سود، اما من هنا المفروض يبقى داش كده الحتة دي مخفية اهو. وبعدين وبعدين هنشوف الجلبة كده، الجلبة برضه نفس الكلام من هنا كانت فيها برضه كيرف اهو، شفت الكيرف ده هيبقى موجود هنا في المنطقة هنا كده مع الجلبة. طبعا بعد ما قطعت العمود هيبقى موجود، فانت عندك النص من هنا هيبقى داش. ثواني انا ممكن اعملها هنا بداش دي صغيرة شكلها جايه بشطفة بشطفة يبقى بشطفة يبقى هعملها بشطفة. المهم عندنا بس النص ده يكون مظبوط، اما النص ده ان شاء الله عمره ما كان موجود كده، انت قاطع نصف قطاع. خلاص كده احنا خلصنا الرسمه بتاعتنا، نقدر نتقق بقى دلوقتي. تقق بقى الرسمه بتاعتك وشطبها وبعد كده واحسبها.